كشف الخبراء عن أن سبب موجة الارتفاع التي تشهدها أسعار الدولار خلال التعاملات الفترة الأخيرة ترجع لتخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة والتي من ضمنها مصر، ولجوءهم للاستثمار على الأصول الآمنة كالذهب، مع فقدان أسعار النفط مميزاتها الاستثمارية بعد أن تراجعت لأدنى مستوى منذ حرب الخليج 1991. وصعدت العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو قرشين مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة. أسعار الدولار اليوم في البنوك: البنك سعر شراء الدولار، سعر بيع الدولار. سعر الدولار في البنك المركزي 15.77 للشراء، 15.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي 15.74، 15.64. سعر الدولار في بنك مصر 15.74، 15.64. سعر الدولار في بنك القاهرة 15.74، 15.64. سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.76، 15.66. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 15.76، 15.66. سعر الدولار في بنك بلوم 15.76، 15.66. سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي 15.76، 15.66. سعر الدولار في بنك سياب 15.75، 15.65. سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.75، 15.65. سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 15.76، 15.66. سعر الدولار في البنك المصرفي العربي 15.75، 15.65. سعر الدولار في الكويت الوطني 15.76، 15.66. سعر الدولار في بنك عودة 15.76، 15.66. سعر الدولار في بنك المشرق 15.76، 15.66. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.76، 15.66. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.76، 15.66. سعر الدولار في المصرف المتحد 15.76، 15.66. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.76، 15.66. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.76، 15.66. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.76، 15.66. سعر الدولار في بنك كريدي إجيركول 15.76، 15.66. أسعار الدولار عالميا: تراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 1.2% ليسجل 1.1424 دولار، وانخفض أسعار العملة الأمريكية أمام نظرتها اليابانية بنحو 2.9% ليسجل 102.320 ين، وهبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الاسترليني بنحو 0.8% مسجلا 1.3148 دولار، وانخفض مقابل العملة السويسرية بنحو 1.3% ليصبح 0.9257 فرنك. وفي نفس الوقت تراجع المؤشر الرئيسي للدولار، وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 1% مسجلا 94.976. توقعات أسعار الدولار: تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار، حيث توقع الدكتور فخر الفجي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا أن يكسر سعر الدولار حاجز 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020. قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة، ولكن قد تتوقف إذا قامت البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة، ما سيجعل المستثمرون يسحبون استثماراتهم أو في حالة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة. ومن جانب آخر، تشير التقارير لعودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية، مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية في العودة للعمل. وتصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة للانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل. توقع تقرير صادر عن دويتش بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام. ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري مستمر في تقديم أداء قوي هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2% أمام الدولار الأمريكي.
ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداة خلال العام الجاري 2020، مضيفا إنجازا آخر لإنجازات العام الماضي بعد انضمامه لقائمة أفضل 3 عملات عالمية أداة في نهاية العام الماضي 2019. وأوضحت بلومبرج أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب المستثمرين العملات ليرجع استخدام مزيد من الاستثمارات لمصر. وجهاتهم المفضلة تدر لهم أرباحا وفيرة مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في